طاهر، وايضا استكمالا لمجهود مجالس الادارات المختلفه على مدار تاريخ النادي الاهلي. النهارده وضع حجر الاساس لفرع النادي الاهلي في التجمع الخامس. ببارك لك يا باشمهندس، انجاز جديد وانجاز كبير جدا لكل اعضاء النادي الاهلي. الحمد لله، اعتقد انه نتيجه مجهود كبير بذل من كل الناس ومن كل المعنيين بهذا الامر. وبحب اشكر الاداره الهندسيه، بحب اشكر الاداره التنفيذيه، بحب اشكر ناس كتير اشتغلت في هذا الموضوع وناس بذلت مجهود جامد قوي خلال السنتين اللي فاتوا. بشكر وزاره الاسكان والمهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان. بشكر بصفه خاصه الاستاذ عماد وحيد لانه كان ورا هذا الموضوع، هو الدكتور محمد يحيى. الحقيقه هم اللي فضلوا يتابعوا هذا المشروع حتى يرى النور، ونجحوا في النهايه الحمد لله ان هم يتسلموا الارض الاسبوع اللي فات. احنا دافعين فلوس لهذه الارض بقالنا، او المقدم التعاقد بقالنا حوالي اكثر من 3 شهور. الناس الحقيقه بذلت مجهود. انا يعني انا مش عايز اتكلم كتير وابان ان انا بتكلم كتير عن المجهود، لكن المجهود الذي بذل من ناس كتير قوي ده في هذا المشروع، واعضاء مجلس اداره الحقيقه بذلوا مجهود كبير. بشكر كل اعضاء مجلس الاداره اللي معايا، بشكر الاعضاء، بشكر اعضاء النادي المهتمين اللي جم يشوفوا ناديهم بيكبر النهارده في فرع اخر. بتمنى انه هذا المشروع في خلال سنتين يبقى مكتمل باذن الله، ونستمتع بيه كلنا كاعضاء النادي الاهلي. باشمهندس، طبعا ده كان حلم كل اعضاء النادي الاهلي ان يكون في فرع للنادي في التجمع الخامس. عايز اعرف اشتغلتوا على الموضوع ده فتره زمنيه قد ايه؟ لا شوف، هو احنا من يوم ما دخلنا المجلس ده من 3 سنين ونص واحنا بنفكر في موضوع ارض التجمع الخامس، لان ده كان احد مطالب الاعضاء في حملتنا الانتخابيه في 2014. وزي ما قلت وزي ما بقول دايما، احنا ما بنوعدش بحاجه مش هنقدر نوفي بيها. وعدنا ان احنا هنسعى من يوم ما دخلنا في 1 ابريل 2014، وعدنا ان احنا هنسعى لتحقيق هذا الفرع، والحمد لله اشتغلنا عليه سنه وشويه لحد ما تحقق من 2 سنين، وبدأنا في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع. واعتقد انه المشروع ده يعني بيمثل لي انا تحديدا نقطة تاريخية في حياتي الشخصية كمان، مش بس في حياتي كرئيس مجلس إدارة او في حياتي كنادي أهلي، لا بيمثل لي انا لحظة تاريخية بتحمل كل انفعالات الحب والكبرياء والشعور بالانتماء للنادي الاهلي. باشمهندس، النهارده مش مقر بس او مش قطعه ارض تم اختيارها عشوائيا للنادي الاهلي، لكن احنا في مكان جيد جدا في التجمع الخامس. مقر الفرع النادي الاهلي في التجمع الخامس جيد جدا، قريب كمان من الشروق، قريب كمان من الرحاب، يعني هيكون قريب من كل اعضاء النادي الاهلي. لا طبعا، ما هو انا يعني مجرد اختيار قطعه ارض وخلاص. لا لا لا، انا لما بقول انا بشكر المهندس مصطفى مدبولي وزير الاسكان، لان هو كان مختار لنا هذه القطعه تحديدا، لانها يعني اذا ما كانتش افضل قطعه فهي من افضل القطع الموجوده في منطقه ارض النوادي. قطعه هندسيا، مش بس ان هي قطعة حلوة وخلاص، لا دي قطعة هندسيا بمداخلها ومخارجها وسهولة التنقل فيها. الحقيقة كان اختيار موفق جدا، وهو اللي اختاره لنا، وهو اللي قال لنا اسمعوا نصيحتي وخدوا هذه القطعة الارض، وخدناها فعلا بعد الدراسات الهندسية، وتم الاتفاق او كل الناس اتفقت على ان هذه القطعة قطعة مميزة جدا. ان شاء الله هترفع من قدر وقيمه كل المناطق المحيطه كلها، لانه النادي الاهلي ما فيش حته بيدخل فيها الا وبيرفع من شانها. الحلم الاكبر استاد النادي الاهلي يوم الثلاث ان شاء الله في المؤتمر، وهتقف تعمل معايا المداخله دي تاني يوم الثلاث، ونشوف استاد النادي الاهلي هيتقال فيه ايه يوم الثلاث باذن الله.